ده خليني أبدأ مع حضراتكم حلقتنا النهاردة بخبر يفرح فعلاً. إحدى الصناديق الاستثمارية الهولندية العالمية تتفاوض مع مجموعة إيفر جرو المصرية المتخصصة في صناعة الأسمدة. هي بتنتج مجموعة من الأسمدة المتخصصة في مصنعين، الأول في منطقة أبو رواش الصناعية والتاني في منطقة السادات الصناعية. المصنعين استثمارتهم تتجاوز 8 مليار جنيه، ومؤسس هذه المجموعة هو رجل صناعة الأسمدة المخضرم المهندس محمد الخشن. هذا الصندوق الاستثماري الهولندي العالمي بيتفاوض على إنشاء واحد من أضخم مصانع الأسمدة النيتروجينية في العالم، على أن تتولى مجموعة إيفر جرو المتخصصة في صناعة الأسمدة إدارته بالكامل. ده بخلاف مصنع آخر لصناعة الدايكالسيوم فوسفيت، وده واحد من أهم خامات الأعلاف. مصر ما بتنتجش منه جرام واحد، ولكن هذا المصنع المتخصص هينتج حوالي 180 ألف طن، وبما يغطي احتياجات مصر بالكامل من الدايكالسيوم فوسفيت. هذه المادة التي تدخل في صناعة الأعلاف الحيوانية بخلاف مصنع الأسمدة النيتروجينية. استثمارات المصنعين هتتجاوز 1.5 مليار دولار. كل هذه الاستثمارات هيتم ضخها من خلال صندوق الاستثمار الهولندي العالمي، وستتولى مجموعة إيفر جرو المتخصصة في صناعة الأسمدة إدارة هذه الاستثمارات. المهندس محمد الخشن رئيس مجموعة إيفر جرو، هو أحد القامات الكبرى في صناعة الأسمدة في مصر، قال لبرنامج الجدعان أن مجموعة إيفر جرو تستهدف الوصول إلى مبيعات تصل إلى 6.5 مليار جنيه، سواء في السوق المحلي أو لأسواق 70 دولة بيصدر لها منتجاته اللي بتصنع داخل مصر، وذلك بنهاية عام 2023. أما بنهاية العام الحالي فبيستهدفوا من خلال مجموعة إيفر جرو العملاقة المتخصصة في صناعة الأسمدة الوصول بمبيعات المجموعة إلى 4.5 مليار جنيه. كل التوفيق لمجموعة إيفر جرو الوطنية المتخصصة في صناعة الأسمدة في مشروعاتها المزمع إنشائها، سواء مشروع الأسمدة النيتروجينية أو مشروع إنشاء الدايكالسيوم فوسفيت اللي مصر محتاجاه بشدة لصناعة الأعلاف الحيوانية.